اي بي دلوقتي هنبتدي مع الجرامر بتاع يونت 3. في جرامر يونت 3 هو كان بيتناقش في الصيغ المختلفه لكل اشكال الفيوتشر. اول صيغه هنبتدي بها دلوقتي اللي هي الفيوتشر كونتينوس. اول ما تشوف كلمه كونتينوس اول حاجه تيجي في دماغك ان ممنوع استخدم الافعال الستيتيف مع الكونتينوس تنسز عموما، الافعال اللي بتعبر عن الملكيه والعاطفه والتفكير. يعني لما يجي يقول لي I will be knowing ولا I will know، مش حاجة اسمها will be knowing. I will be having ولا I will have، مش حاجة اسمها will be having، في will have. دي أهم حاجة أول ما تشوف كلمة continuous على طول. ممنوع استخدام الستيتيف فيربز، أفعال حواس، أفعال ملكية، أفعال عاطفة، أفعال التفكير في الأزمنة المستمرة. طيب هو الفيوتشر continuous، المستقبل المستمر، ده بيعبر عن إيه؟ بص يا سيدي، بيبقى حدث ها يستمر في المستقبل ما بين نقطتين زمنيتين. between 7 and 9 o'clock tomorrow، ما بين 7 و 9 بكرة، I will be visiting، اللي هو التصريف الرابع اللي هو ال present participle verb ing. I will be visiting my grandmother. He will be studying English at 9 o'clock. امتى؟ tomorrow. هيكون مستمر في الحدث ده الفترة بكرة. ده معناه انه هو مش هيقدر يقوم بحدث تاني في نفس التوقيت لانه مشغول بالقيام بده. تلاقي الفاظ زي at this time next week I will be مثلا examining geology. tomorrow morning I will be traveling to Alex. النفي want be. He won't be studying English at 9 p.m. tomorrow. سؤال بتعمل inversion، بتحط الفعل المساعد قبل الفعل. Will he be studying English at 9 p.m. tomorrow? هنا حضرتك أهم حاجة تاخد بالك منها إن مفيش stative verbs. أدي واحد. اتنين، في توازي في المستقبل. أنت بتغيظ واحد صاحبك. While you will be studying for your exams next year, I'll be watching your performance. توازي في الفيوتشر كونتينوس. طيب نيجي بعد كده عندنا التركيبة اللي بعدها اللي هي الفيوتشر بيرفكت. ولما تركز كده على الفيوتشر بيرفكت هنلاقي ان هو بيركز ان في حاجة اكتمل، هتكتمل في نقطة معينة في المستقبل. by 2030، بحلول عام 2030، in a week's time، في خلال اسبوع. لو جمعت into weeks، بص وضعت الابوستروف، هنا اسم مفرد فحطيت ابوستروف اس، هنا اسم جمع حطيت ابوستروف بس. time I will have finished my exams. he will have started English by، بحلول قبل 9 الصبح بكره هو هيكون خلص. By next week I will have finished my flat. Before next month I will have finished my exam. In a year's time I will have joined the university inshallah. Infi, he won't have studied English by 9 p.m. tomorrow. سؤال، will he have studied English؟ هل هو هيكون خلص؟ طيب ده تركيبة الفيوتشر بيرفكت واستخدامه. نيجي بعد كده على الأشكال المختلفة للفيوتشر سيمبل. ولما تيجي تتعامل مع الفيوتشر سيمبل خد بالك ان في اكتر من صيغة. هتعبر عن مواعيد تايم تيبلز، يبقى على طول بريزنت سيمبل التصريف الاول ومع المفرد اخره اس. The school starts at 8 o'clock. The film begins. The plane flies, takes off, leaves. مواعيد محطوطة في جداول مسبقة. اما لو انت عاوز تعبر عن حدث arranged prepared، you made arrangements، قمت بترتيباتك، انت رجل افعال عشان تخليها حقيقة، فبتستخدم النير فيوتشر اللي هو البريزنت كونتينوس. ام از ار فيرب اي ان جي. I booked my tickets. I'm flying to Paris next week. ولازم يكون الادفيرب اوف تايم قريب. be going to اللي هي بمعنى سوف، والانفينيتيف قلنا بنستخدمها في حالتين، يا اما تنبؤ بدليل يا اما دب.
تنبؤ بدليل انت شايف بعينك ان في حاجه هتحصل اللي هو prediction with evidence the sky is full of clouds it is going to rain. انما لما الاقي دب decided intended planned يعني انت راجل بق يبقى في الوقت ده I'm going to I planned to travel to Paris next year I'm going to travel. انت ولا عملت اي حاجه انت نايم على ظهرك وبتقول انا ناوي. نيجي بعد كده على will او shall will infinitive واحنا عارفين لا لسه 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 في لقطه ده تنبؤ بدليل ودي قلنا خدت قرار ونيه. اللقطه بتاعت will وshall will infinitive shall بتيجي مع I و we بس will بتيجي مع كل الضمائر. امتى بقى بستخدم will وال infinitive او shall وال infinitive؟ لما بتكون بتعبر عن promise وعد threat تهديد offer عرض request طلب. اديني امثله I will get you a present promise threat I will punish you offer I will carry the bag for you request will you give me some money future fact I'll be ET next year future prediction الأهلي will win quick decision the door is knocking I will open it قاعدة إيه في الحالة الأولى if I study hard I will succeed. أي لفظ بيعبر إن في تنبؤ أو تمني أو احتمالية لوقوع شيء في المستقبل زي probably possibly predict وعندك أفعال تانية غير predict predict و suppose و promise كل دول بيستخدموا و hope طبعا كل ده بيستخدم مع will وال infinitive. بتقول رأيك اللي هو مبني على وجهة نظرك I think I'm sure. النقطة المهمة دي بقى خد عندها نفس كده واسمعني وانت بتحل في امتحان الانجليش ركز ان اي جملة فيها فعلين مصرفين مع التايم كونكترز بتبقى كومبلكس سنتنس فلازم تبص على الزمن هنا والزمن هنا حتى تتبع الازمنه هتفرق معاك جدا. بص اي تايم كونكتر افتر تيل انتل وين از از سون از ذا مومنت بيربط حدثين في المستقبل على طول ورا التايم كونكتر بتحط بريزنت سيمبل او بريزنت بيرفكت. الجزء الثاني يبقى فيوتشر ويل ويل انفينيتيف او على حسب المينينج ممكن يكون will have والتصريف الثالث. ازاي يا مستر؟ بص يا سيدي ان شاء الله ان شاء الله we will finish secondary school we will join university يبقى after we finish present simple or we have finished present simple school we will join university before we join university before we have joined university we will finish secondary school. اما لو قلت مثلا جملة زي before the fireman arrive قبل ما رجالة المطاف توصل the fire will have destroyed the flat النار هتكون دمرت شقة ده meaning فاهم حاجة؟ خد بالك دي اهم تركيب في الفيوتشر. طيب تعال نبص كده على الحاجات اللي موجودة في شكل كويس ونبص للجمل كويس. بص يا سيدي اول جملة بتقول space month they will have lived in Minya for 10 years هنا هتبقى by next month قبل الشهر الجاي ما يجي هم هيكونوا اتموا في المنيا 10 سنين شيل الاي دي. number 2 in one year في خلال سنه واحده I my English enough to have a longer conversation هكون حسنت في خلال سنه هكون اتميت will have improved I improved ده معناه ان انا بعمله بشكل متكرر will be improved انا اللي هكون اتحسنت meaning مش مظبوط in one year I am improving في سنة واحدة انا بتحسن to have a longer conversation with someone انت بتقول in one year على او في خلال المدة دي في خلال سنة واحدة هكون اتميت الحدث. by ولفظ الزمن ده اللي على الفيوتشر زي next month by next month I will him for 5 years هكون اتميت معرفته بقى لي 5 سنين وقلنا ان الافعال الستيتيف لا تستخدم في الازمنه المستمره يبقى هنا الاجابه will have noon. number 4 by this time next month في نفس التوقيت ده الشهر الجاي I hope they the community center بتمنى ان هم يكونوا اتموا بناء مش بتمنى ان هم I hope they will be building بتمنى ان هم هيكونوا بيبنوا ولا يكونوا اتموا. انت حددت لفظ معين في المستقبل بتقول عنده هيكون الحدث ده اكتمل يبقى will have built the community center. number 5 مع number 5 الجملة بتقول we are already building a new shopping center
احنا اوريدي بنبني شوبينج سنتر and we will it by ولفظ الزمن ده اللي على المستقبل هنكون اتمينا we will have completed. Number 6, you should come earlier. لازم تيجي بدري. If you want to speak to her, لو عاوز تكلمها, by 3 o'clock, على الساعة 3 هي هتكون مشيت, يبقى she will have left. لو قلت she will leave, يبقى معنى كده انها الساعة 3 هتيجي هتلاقيها, لان will leave معناها انها هتبتدي تعمل الحدث ده. طيب, number 7, do you think you writing the trip report by the time I get back, وقلنا ان اي time connector بيجي ورا present simple او present perfect, فالجزء التاني هيبقى future simple او future perfect على حسب المعنى. الجملة بتقول هل تعتقد ان انت هتكون خلصت كتابة التقرير قبل ما اجي؟ مش do you think you will finish writing the report by the time I get back, يعني مش هتستنى انا لما ارجع وبعد كده تبتدي تخلص, لا هكون خلصت, يبقى will have started, will have sorry finished. Number 8, we from 9 to 11 a.m. tomorrow, احنا من 9 ل 11 بكرة هنكون بنذاكر, هنكون بنعمل action, يبقى will be studying. ركز في تتابع الأزمنة. Number 9, I'm tired, أنا تعبان, I to bed at once, will go, قرار سريع. Our English lecture at 9 a.m. tomorrow starts, مواعيد. I will inform you future as soon as time connector, يبقى بعد present simple أو present perfect, يبقى هنا arrive, هنشيل S دي يا جماعة عشان هنا I. Number 12, there is too little petrol left, في بنزين بس اللي قليل, العربية هتقف, تنبه بدليل, يبقى is going to stop. Being intelligent, she first next year, لأنها ذكية. Being intelligent معناها because she is intelligent. She first next year, she will come, ده تنبؤ. طب يا مستر ليه مش is going to come؟ علشان الصفة مش دليل, الصفة مش دليل, ما كونها ذكية هي هتطلع الأولى السنة الجاية, ما ممكن يكون في 10 غيرها برضو أذكياء وهيطلعوا الأوائل, ده مش دليل. إنما لو قلت she is studying hard, she does her utmost, she is going to come first, هنا ماشي. Number 14, we made all the arrangements, all the arrangements, arrangements, preparations, يبقى على طول present continuous, are giving a wedding party. Number 15, there are a lot of clouds, في سحب كتيرة, ده تنبؤ بدليل, I think it's going to rain. ادي صياغ الفيوتشر. لما نيجي نتكلم بقى على الباسف, عاوز اقول لك على حاجة في الباسف عشان ما تقعدش توجع دماغك كتير. انت دلوقتي اللي يهمك وانت قاعد في الامتحان, انا هجيب الفكرة ولا مش هجيبها, ما يهمنيش التفاصيل الكتيرة والتحوير الكتير ده كله. بص يا ابني, انت وانت قاعد في الامتحان قريت الجملة, لقيت جملة مكتوب فيها حاجة زي كده projects, ومديني الاختيارات بالشكل ده, are carried ولا carry out everywhere, في كل مكان. المشروعات بتنفذ هي اللي بتعمل نفسها ولا بيتم تنفيذها؟ طالما الناون او البروناون اللي اتحط في اول الكلام هو اللي done to it, اللي فعل به الاكشن, حلو كده, يبقى لازم التركيبة يكون فيها verb to be وتصريف ثالث بس, خلصانة بقى. تيجي تبص بقى على تركيبات verb to be براحتك, modal verbs must be, can be, should be, will be, عندك present simple am is are زي كده, are eaten, past simple were eating, انت بتركز على انك بتصرف verb to be في نفس زمن الجملة. Present continuous are being eaten, past continuous were being eaten, وده بتعرفه من معنى الجملة ومن خلال adverb of time, يعني انت بتتعرف على الزمن من خلال المعنى العام. احنا مش داخلين نسمع, احنا بنقرأ الجملة من اولها لاخرها عشان يبقى عندنا معنى. ركز في اللي بقولك عليه ده, هيساعدك في الامتحان يخلص. Verb to be في present perfect have been eaten, past perfect had been eaten, future perfect will have been eaten. ده مفتاح الحل بتاعها, مفيهاش مشكلة. نيجي بقى على تراكيب تانية بنشوفها في الامتحان, عاوزك تبقى شطورة كده وتركز معاها فيها. بص, في جمل بيبقى فيها two subjects فاعلان, people say that he robs the bank, حلو, عندك people فاعل اول, الناس اللي بتقول, وهو سرق البنك.
النوع ده من الجمل لما بنيجي نحوله لبسف بنقول ايه؟ يقال انه دي لا it's believed that it's believed that it was believed that it has been believed that. ممكن بدل believe دي تستخدم say we know we mention we claim we allege we consider we regard. كل ده بيتقال من المعروف وهكذا. It's believed that it is said that it that is believed is said. It's believed that he robs the bank. إنما لو أنت هتبتدي به يقال عنه هو بيتقال عليه يبقى he is believed he is said. وفي الوقت ده أنت بعد he is believed أو he is said بتحط to. بعد to بقى لو جملة مضارع تحط الانفينيتيف. لو بتعبر ان بعد تو حصل كذا جملة ماضي بعد تو بتحط البرفكت انفينيتيف تو هاف والتصريف الثالث. يعني هنا هي از بيليفد تو روب ذا بانك يعتقد ان هو بيسرق البنك. ذا بانك از بيليفد تو بي روبد. ده لو الجمله بسف. طب بيبل بيليفد ذات هي روبد ذا بانك. ات واز بيليفد ذات هي روبد ذا بانك. هي واز بيليفد تو هاف روبد ذا بانك. People say that Egypt is a peace-loving country. يبقى Egypt is believed to be a peace-loving country. It's believed that Egypt is a peace-loving country. نيجي بقى على أفعال ليها حالة اللي بيجي وراها. الانفينيتيف وفي الباسيف تحط تو قبل الانفينيتيف. I made Mona study. Mona was made to study. I made Mona play. Mona was made to play. حلو كده؟ She saw Ali watch TV. Ali was seen to watch TV. إنما لو verb ing ينزل زي ما هو. يعني She saw Ali watching. Ali was seen watching. طيب. في جمل بيبقى فيها مفعولين. I gave Mona a book. الكتاب اتوجه لمين؟ لمنى. يبقى الافعال دي تو توجيه. يبقى book was given to منى او منى was given a book. انما I built a house for my parents. A house my parents. يبقى a house was built لصالح for my parents. يبقى المعنى اللي يديني for لصالح. To انت بتوجه. Bring, buy, give, owe, يدين, sell, pay, يدفع, offer, tell, write, show, lend, to. Book, build, cut, call, get, find, make, leave, save, keep, call, for. Ali sent me an email. I was sent an email. An email was sent to me. Ali bought me a car. I was bought a car. A car was bought for me. إنما ودي خد بالك منها. أحيانا أنا أقدر أستخدم الفعل get مكان verb to be. يعني حضرتك بمنتهى البساطة بدل ما بتقول she was arrested she got arrested. زي arrest, catch, marry, beat, burn, kill, destroy, damage. The police arrested the thief. فالطبيعي يبقى the thief was arrested. She was وحط got. تبقى the thief got arrested. عادي جدا طالما ده في action بيحصل. عندي أفعال زي hate ولايك وبليف زي hate ولايك ولاف والحاجات دي بيجي وراها verb ing. I hate people deceiving me. أنا بكره الناس اللي بتغشني. شيل الفاعل. بما إن أنت اللي مفعول يبقى I hate being deceived. I hate being deceived. طب علي doesn't let others laugh at him. Others الفعل شله. انت المفعول. يبقى علي doesn't let نفسه himself. وبعد كده تحط صيغة الباسيف be لأن let be جرى الانفينيتيف والتصريف الثالث. يبقى علي doesn't let himself be laughed at. قول جمل زي دي على نفسك. I don't let people cheat me. يبقى I don't let myself be cheated. Mona doesn't let others deceive her. يبقى Mona doesn't let herself be deceived. الأفعال اللي بيجي وراها to لو الجملة active بيبقى infinitive. لو الجملة passive بيبقى be وتصريف ثالث. يعني I want people to respect me. يبقى I want to be respected. I hope الأهلي will beat الزمالك. I hope الزمالك to be beaten. Seem to use the to need to. I use the to study English. English is to be studied. I need to paint the wall. The wall needs to be painted. I need to paint the wall. The wall needing to be painted. وهكذا about to supposed to expect to. النقطة المهمة برضو في الباسف ان لما يكون عندي اسم جاي مفعول
وفي relative pronoun وصيغة البس verb to be وتصريف تالت. قلنا 100 مرة بنلغي relative pronoun و verb to be ونسيب التصريف التالت. The factory which was built, the factory built. The man who was arrested, the man arrested. وهنا في فعل تاني was huge, was criminal. The books which were written, the books written على طول. طيب نيجي مع بعض كده ونقرأ الجزئية الخاصة ب quiz number 4. تاني هنركز ان الاسم اللي في الاول ده فاعل ولا مفعول. لو مفعول يبقى بعده تركيبة verb to be تصريف تالت على حسب معنى الكلام. The truth found out before the judge came. قبل ما القاضي يجي ده باست سيمبل. قبل ما القاضي جه الحقيقة كان تم اكتشافها. Had been found. لان ده action number 1. My friends are excited about being or a verb by نجيلة والجملة active. انما هنا بس فهتبقى being وتصريف تالت by a famous actor. The new film in all the big theaters of the city now. الفيلم بيتعرض دلوقتي. But the film is being shown. Present continuous. Running action. Number 4. He ate everything that. هو أكل كل حاجة. Everything تو عمل معاملة المفرد. أكل كل حاجة ثابت. يبقى was left on the table. The man at the scene of the robbery. But the police suspected him. الراجل ما تشافش في محل الجريمة بس البوليس بيشتبه فيه. عشان هنا بط تناقض. يبقى the man ما تشافش. Was never seen. Number 6. قلنا طالما the little boy is thought to. لو الجملة مضارعة to infinitive. لو الجملة ماضي to have وتصريف تالت. يبقى the boy is thought to have disappeared in the jungle. ما ينفعش have been disappeared كم meaning و disappear ما بيجيش وراء مفعول. فما يتحطش في الباسف. ودي نقطة مهمة. الأفعال اللي ما بيجيش وراء مفعول. The sun rises. ما ينفعش be rising. The sun disappeared. ما ينفعش was disappeared. طيب. Number 7. نفس. They didn't leave the restaurant until the bell. هم ما سابوش المطعم لحد ما الفاتورة اتدفعت. يبقى had been paid. Number 8. Articles. الأدوات during the sale اللي في أثناء الأوكازيون can't be exchanged. Articles which are bought. بسف. يبقى articles. الغي which الغي are يبقى bought. Articles bought can't be exchanged. Number 9. I'd like be gora to infinitive لو الجملة active. Passive يبقى I'd like to be met. Number 10. Look forward to يتطلع إلى verb ing لو الجملة active. Being وتصريف ثالث لو الجملة passive يبقى I'm looking forward to being chosen. أنا اللي يتم اختياري. My old friend of the country. My old friend was believed to have left the country. أعتقد أنه ساب. علي found me a nice house. يبقى a nice house was found لصالحي for me. Since بيجي بعديها past simple وبعد كده present perfect. Since I left Aswan, I visited by my old neighbors. محدش زارني. I have never been visited. علي doesn't let others cheat him. It means that علي doesn't allow himself to be cheated. علي doesn't let himself be cheated. علي doesn't allow others to cheat him. كل المعاني صح. عشان كده all the mentioned sentence. Nadine was seen. معروف إن see و make و watch to infinitive. To play. Decorated my room looked fantastic. الأوضة هتدهن ولا هتدهن؟ هتدهن. المفعول الثاني هو المفعول الأول. يبقى having been decorated. لو قلت before تبقى before being decorated. Having ما ينفعش إن أنا أقول having decorated لأن الجملة دي باسف. After هتبقى after being decorated برضو. طيب قبل ما نخش على الجزئية بتاعت unit 6 اللي هي جزئية الكوزيتيف عايزك تركز معايا بس في الكلمتين اللي هنكتبهم هنا بسرعة على البورد. بص يا حبيبي. تلاتة ونص. انا عاوز اقول ان انا طلبت من حد اقنعت حد سمحت لحد ان هو يعمل لي حاجة معينة. فعندك ميك. وعندك هاف. وعندك لت. ادي التلاتة. وعندك هلب. ادي النص. كلهم بتطلب من حد. وكلهم بيجي وراهم الانفينيتيف وذاوت تو كده. اوكي طيب نيجي بعد كده. ميك بتديني معنى فورس يجبر او كوز يخلي. هاف بتديني معنى اسك او ريكواير. لت بتديني معنى الاو او بيرميت. عندي هيلب برضو موجودة معايا وهيلب كمان بتديني معنى assist. ونزود على دول get اللي هي بتديني معنى persuade
وكونفنس. دول بيجي وراهم object to والinfinitive. يبقى اللي بالاسود ده سواء الفعل make have let help بيجي وراهم الinfinitive without to. هنا get persuade convince force cause ask require allow permit help assist بيجي وراهم to والinfinitive. وبنينا العلاقة المنطقية من خلال المينينج اهو. ده كوزيتيف عشان ما نقعدش نرغي كتير. ايه بقى اللي حضرتك بتقوم باصص له؟ She has a technician repair. She gets a technician to repair. كل الليلة دي احنا اختصرناها في اغنية صغيرة. ايه الاغنية الصغيرة اللي قلناها؟ Have somebody do, get somebody to do, have or get something done. I had a mechanic repair. I got a mechanic to repair. I had or I got my car repaired. نيجي نقرا مع بعض الجزئية بتاعت الكوزيتيف. نمبر 1 we had a carpenter. يبقى had خلينا النجار يصلح يبقى fix the broken window. نمبر 2 we had the broken window. المفعول fixed. get عمر to buy. did حازم repair your roof? no we had it done by a builder. had something done. the examiner made us بيجي وراها الانفينيتيف without to. The examiner made us show. إنما we were made to show. Number 6. Ahmed was absent yesterday because he had his tooth. Had his tooth يبقى تصريف ثالث. Pulled or failed. If you don't get out of my shop, I'll have you be arrested. هخليك يتقبض عليك. I had my friend, infinitive, drive me to the school. We will get Ali to deliver the parcel. احنا هنقنع علي انه يسلم العبوة. His father stops him. Stop بيجي وراها verb ing او from verb ing. Stops him from smoking. وsmoking كمان هنا تمشي. مصطفى the mechanic his car yesterday. مصطفى خلى الميكانيك يصلح عربيته امبارح. يبقى had the mechanic infinitive repair. I was made. قلنا طالما passive يبقى to infinitive. I was made to revise. I got him. Got قلنا بمعنى persuade او convince. Persuade him. I made him a change, force or cause. 15. We weren't allowed to, عشان الفعل هنا allow بيجي وراها to. She, the students, to draw. يبقى she allow the students, she allows the students to draw. What made you infinitive? يبقى do. Am I allowed to use this dictionary? هل أنا مسموح لأستخدم القاموس؟ بكده نكون خلصنا الاكتف والباسف وخلصنا الكوزيتيف وخلصنا الفيوتشر. يلا يا احلى رجاله مع فيديو سريع تاني ونغطي الجزئيه اللي موجوده بعد كده الخاصه بالمودال فيربس. تعالى بقى حبيب قلبي نبتدي في جزئيه المودال فيربس بسرعه. في جزئيه المودال فيربس بسرعه كده هنعمل سرد. ده بيستخدم امتى؟ ده بيستخدم امتى؟ ده بيستخدم امتى؟ عاوز تعمل ادفايس في البريزنت. Advice في present. افتكر should ought to had better with infinitive. You should study. You ought to study. You had better. Had better. Study. It's better to study. It's advisable to study. Advice في present. Enough. You shouldn't come late. You oughtn't to come late. You had better not come late. It's better not to come late. It's inadvisable to come late. لما بتيجي تعبر عن اللوم بتلوم حد على حاجة حصلت في الماضي فبتستخدم should أو ought to بس بتحط بعدهم perfect infinitive. يعني بدل ما في المضارع بدي نصيحة ب you should save money ألوم البني آدم اللي قدامي لو هو ما كانش حوش فلوس وأقول له you should have saved money. You should كان المفروض have studied harder. You should have studied harder. كنت المفروض تذاكر أحسن من كده. أو you ought to have أو you could have وهكذا. طيب لما نيجي نتكلم عن necessity الضرورة بتستخدم حضرتك must. وmust لما بتستخدمها بتعبر بيها عن دعوة قوية you must come. نصيحة قوية you must take the medicine. إلزام داخلي I must visit him because he is ill. إنما لما نيجي نستخدم have to أو need to أنت مجبر you are forced. من الأساليب بمعنى
من الضروري عامة. It's necessary to. It's a must. It's a necessity. مهم قوي. It's a necessity. It's a must. خد بالك من دول. طيب. You must drive carefully. ده قانون. You have to drive carefully according to the traffic instructions. انت مجبر. طيب. لما نيجي بقى حضرتك نتكلم على المنع او الحظر او التحريم. ممنوع اعمل ده. لما تيجي تقول ممنوع استخدم mustn't. You mustn't park here. It's prohibited to park here. It's banned to parking here, or parking here is banned. It's forbidden. It's not allowed to smoke here. ده المنع. ممنوع. اوعى تعمل كده. في عقوبة. انما لما اجي اقول مش مضطر. ما يلزمنيش. في البريزنت بتستخدم needn't والانفينيتيف. Don't have to. Needn't. مفيش to. Don't have to. Don't need to. You needn't go to the school today because it's a holiday. You don't have to go. You don't need to go. إنما الماضي بيبقى didn't have to. Didn't need to. دول معناهم إن أنا ما عملتش. ما اضطرتش أعمل. I didn't have to go to school yesterday. I didn't need to go to school yesterday because it was a holiday. فأنا ما روحتش. إنما needn't have والتصريف التالت عملت حاجة وبقول ما كانش له لزوم إن أنا عملتها. يعني اللي فوق didn't have to أنا ما عملتش. needn't have والتصريف التالت أنا عملت حاجة وين didn't. سويها بshouldn't have والتصريف التالت تديك نفس المعنى. طيب الإلزام إحنا قلنا must أو have to أو needs to في المضارع. الماضي had to needed to. في المضارع في حاجة اسمها have to أو have got to عشان في ناس بتسقطها. am is are to was were to برضو بمعنى لازم. I didn't have to buy any bread. أنا مشتريتش. I needn't have bought. I needn't have bought any bread. أنا اشتريت. When didn't. طب نيجي بقى على الديدكشن اللي هو الاستنتاج. قلت لك في الاستنتاج بطريقة سهلة قوي. متأكد ان الحاجة بتحصل بتستخدم must والانفينيتيف. متأكد انها حصلت already يبقى must have و must participle. متأكد انها ما حصلتش يبقى can't والانفينيتيف. متأكد انها متأكد انها ما حصلتش في الماضي يبقى كانت او couldn't have وتصريف تالت. انما لو من التعبيرات اللي بمعنى بين ربما not sure, uncertain, I don't think, possible, I don't believe, uncertainly, unsurely, perhaps, probably, يبقى may او might او could. may او might وكمان could. لو الجملة مضارع infinitive. لو الجملة ماضي have وتصريف تالت. دي المودال فيربز بسرعة علشان ما نبقاش ناسين حاجة. نبص على الأسئلة كده. Number one, I suggest that our children sleep early and get up early. I suggest that our children should sleep early and get up early. ده المفروض. نصيحة. We have to. إحنا we are forced to show our identity cards بطاقة الهوية before going into any government formal building. Throwing waste into the Nile water is forbidden. ممنوع. I've got to, I have to learn English fluently. ما ينفعش مصد عشان في تو. Number five. They didn't invite you, so you needn't to go to the party. مش لازم تروح if you don't want. Yesterday, we had to meet our boss. اضطرينا نقابل رئيسنا to discuss the problem. Number seven. It's very important to me, and I really mustn't be late. ما ينفعش اتأخر. The students didn't have written any answers. All questions were multiple choice. كل الأسئلة كانت اختياري. يبقى الطلبة ما كانتش مضطرة تكتب أو ما كانش له لزوم. هنا all questions were multiple choice. كل الأسئلة اختياري. وعندي هنا written. لو قلت didn't have زي ما أنا هنا في المودل الأسستنت كاتبها كان لازم يبقى to write. فالإجابة دي غلط. يبقى هنا needn't have written any answers. Number nine. To keep fit and stay healthy. علشان تفضل رشيق وبصحة كويسة. You enough of the right kinds of exercise. يبقى you had better take enough of the right kinds of exercise. هنا نصيحة. لازم تمارس الكثير
من الأنواع السليمة من التدريبات. Number 10, the wound has healed now. الجرح خف دلوقتي. You don't have to wear, مش مضطر تلبس the bandage any longer. Number 11, we be home by 8, الساعة 8, that's family rule. We have to, احنا مجبرين. 12, Ali driven carefully last night. He paid a traffic fine, دفع غرامة. انت بتلومه, كان المفروض يسوق بحرص. Should have driven carefully. Number 13, Hamid was working with me all day. كان شغال معايا طول اليوم. Saw you him at the park. هنا الإجابة هنزود لرقم C. Not, تبقى couldn't have seen him. أكيد ما شفتوش. Number 14, Nagwa visited her best friend at the hospital every day last month. Nagwa had to visit. كانت مضطرة تزور صاحبتها في المستشفى الشهر اللي فات. Number 15, they own a luxury villa. هم عندهم فيلا فاخرة. They must be very rich. استنتاج. He is very sad. He can't have won the prize. أكيد لم يفز بالجائزة. Number 17, the thieves must have come in. أكيد دخلوا through the window. It's broken. استنتاج بالإثبات. What are you saying? Can't be true. I'm sure it isn't. أنا متأكد إن اللي أنت بتقوله مش صح. يبقى أكيد ما حصلش. طيب في عندنا هنا بقى استخدامات تانية للمودل verbs, هنركز مع بعض فيها بسرعة. بص يا سيدي, بالنسبة لكود والإنفانيتيف أو كودنت, أنت لما بتيجي تستخدمهم بتقول إن البني آدم ده كان يقدر أو ما كانش يقدر. يعني كود ممكن تعبر عن ability. I could swim when I was young. زيها زي I was able to swim. I managed to swim. أوكي؟ إنما لما تيجي حضرتك تستخدم couldn't, I wasn't able to do this, I wasn't capable of doing this. طيب was aware able to بتساوي managed to بتساوي succeeded in, بس managed to infinitive, succeeded in verb by ing. علي could beat مراد, علي managed to beat, علي succeeded in beating. could ممكن استخدمها في الطلب او الاذن, could you help me, you could study hard, بسمح لحد. could be, may be, might be, ده معناه ان ربما احتمال. I'm sure Ali isn't at home, he could be at the swimming pool. could you or would, دول بيستخدموا فقط في الحالة التانية. if I were rich, I could buy that expensive car or I would buy this expensive car. could have, والتصريف الثالث لها معنيين, ممكن يكون حصل وكنت اقدر بس ما عملتش. he didn't visit us last week, he could have been busy. ممكن كان مشغول. I could have bought iPhone, I bought something instead. كنت اقدر بس عملت. فكود هاف والتصريف الثالث خد بالك ليها معنيين, ممكن يكون حصل وكنت اقدر بس ما عملتش. could have او would have والباست بارتيسيبل برضو بتستخدمهم في قاعده في الحاله الثالثه. if he had studied hard he could have passed the exam. دي برضو الاستخدامات اللي ممكن تيجي في جمل في الامتحان لباقي المودل verbs. number 1, did you deliver the parcel for me? no, I couldn't find the house, so I've come back to get a map. هل انت سلمت العبوة؟ no, I couldn't find the house, ما عرفتش الاقي البيت هنا. inability. number 2, space, yes, yesterday's meeting on time. yes, he could, he is always punctual. يبقى could ياسر come yesterday meeting on time. هنا هل ياسر قدر يجي في الميعاد مظبوط امبارح؟ اه قدر. He is always punctual. number 3, I went to school on foot but I could have gone, كنت اقدر اروح بالتاكسي. number 4, could we borrow your ladder please, request. number 5, he couldn't have paid for it because he had no money. انت متاكد انه ما حصلش ومعهوش فلوس فاكيد ما قدرش يدفع. it was foggy so the plane couldn't take off. inability, ما قدرتش تقلع. inability في الباست. 7, they had trained many times so they succeeded in, عشان هنا في verb ing. الاربع اختيارات دول هنحط معاهم هنا succeeded in, الغى اي واحد علشان swimming بيجي وراها verb ing. number 8, he read the message but he couldn't understand it, هو قرا الرساله ولكن ما قدرش يفهمها. بكده نكون خلصنا الجزئية المتعلقة بالمودل فيربس.